هدية مقبولة من فريق الزمالك لجمهور الزمالك في العيد، وفرحة عالية جدا بتصدر الزمالك، وكمان زيزو لسه هداف الدوري الأول. شفت الماتش ازاي يا ابراهيم؟ زي ما توقعت ان الماتش كان صعب جدا، يعني ماتش حلو جدا من الزمالك، العودة ان هو بيقدر يرجع في النتيجة. شفنا الماتش اللي فات كان متأخر في النتيجة، المرة دي كان هو المتقدم في النتيجة بس غلطة دفاعية فأدت للتعادل، بس قدر زيزو في الدقايق الأخيرة من الماتش ان هو يخطف الجول. لو ما كانش جه كانت هتبقى كارثه كبيره جدا للزمالك، ان هو هيفقد نقطتين كانوا في المتناول، ان هو الماتش كله عباره عن الزمالك ماسك كوره بيحاول يهاجم. زي ما توقعنا برضو وقلنا في اللايف قبل الماتش ان الاسن كومباني هيدافع، هينزل يدافع، هيوقف كل خطوره الزمالك عن طريق زيزو، العرضيات يحجم فريق الزمالك وما يقدرش ان هو يتحرك بحريه، وده اللي حصل فعلا. بس قدر الزمالك ان هو يستغل بغلطه دفاعيه من ايسترن كومباني في الشوط الاول وخطف جون زي ما توقع، ويرجع تاني. يعني بالظبط انت شايف ان الزمالك يعني بعد فريرة بقى زمالك مختلف، ما بقاش خلاص يعني هم يعني كل الناس قالت خلاص التعادل سيد الموقف. انت شايف ان الزمالك بعد فريرة بقى عنده شخصيه مختلفه شويه، انه يقدر على اخر وقت يرجع او يعدل النتيجه؟ يعني انا شايف إن حاجه لفريرة يعني بالظبط. حاجه تحسب لفريرة طبعا، ان هو خلى اللعيبه كلها ان هي بتقاتل لغايه اخر ماتش، ما فيش حاجه خلاص عشان انا لبست جون او اتعادلت او خلاص الماتش خلاص قرب يخلص فان هو كده راح. ده كنا بنشوفه ساعات في الزمالك قبل كده ومش عارف ايه، بس دلوقتي مع فريرة لما جه لا، اللعيبه كلها بتلعب للروح لاخر وقت، وبتستغل كل الاخطاء وكل الفرص، اي فرصه تيجي للزمالك في الماتش بعد التعادل كان بيحاول عليها. شفنا كره سيف الدين الجزيري اللي جت في العارضة، محاولات من الركلات الثابتة، الركنيات، عرضيات، لغاية ما جه الغلط من مدافع إيسترن كومباني، واستغل سيف الجزيري بخبرة كبيرة جدا ان هو يقدر يحجز على الكرة ويلعب، والرؤية بتاعته ان هو زيزو جاي من ورا قدر يبصها له، وزيزو كمان خبرة كبيرة جدا ان هو حط الكرة ما شطهاش بقوة ولا حطها ضعيفة قوي، حطها بذكاء، بالطريقة اللي تخليها تدخل المرمى، كل المرمى. وده شفناه، وكمان اللي بيدل ان اللعيبه بتقاتل لاخر ماتش ان احتفال زيزو في اخر ماتش ان هو راح قلع التيشيرت، راح للجماهير احتفل معاهم، فده بيدل ان الزمالك لا، لعيبه الزمالك عندهم روح كبيره جدا. كلفوا انذار طبعا، يعني حقيقه ما كانش ليه اي لازمه. يعني لسه كنا بنتكلم في موضوع سيف الدين الجزيري، انه يعني كان قلنا من فرحته زي ما انت بتقول، من فرحته يعني عمل كده. هو نفس الكلام برده بالنسبه لزيزو، من فرحته هدف في الدقائق الاخيره بعد الدقيقه 90، هدف قاتل، هدف يضمن لك فوز، يبعدك بالصدارة 8 نقط عن النادي الأهلي مع تبقي طبعا مؤجلات للنادي الأهلي. بس هي نقطة سلبية في الزمالك ان هو ممكن الانذار ده يكلفك مثلا في لعبة في ماتش مستقبلي مثلا في ماتش الجاي او اللي بعده او قبل ماتش مثلا الأهلي، غلطة مثلا خدت عليها انذار، فتلاقي نفسك ان انت زيزو من الركائز، يعني انت ما تقدرش تستغنى عنه طبعا. احنا كنا بنتكلم ان زيزو يعني مسام دلوقتي نص اهداف نادي الزمالك في الدوري، فهو طبعا نص قوه الزمالك في زيزو، فطبعا لما ياخد انذار دلوقتي وبعد كده مثلا في ماتش قبل ماتش الاهلي ياخد انذار كمان او انذارين ولا مش عارف ايه، نلاقيه ان هو توقف بسبب تراكم البطاقات، هيكلف الزمالك قدام فريق يعني كبير في ماتش كبير. كان على كده انه بلاش انذارات ملهاش اي لازمه، انذارات يعني نوفروها بس يعني لحاجه مهمه يعني. بالظبط. يعني وشفنا عمر السعيد الحقيقه مستوى مختلف بالظبط، يعني ان هو برده بيهدف النهارده. يعني لو قريت الكومنتس على السوشيال ميديا الناس كلها قد ايه فرحانه انه اخيرا عمر السعيد يعني رجع تاني ان هو يهدف او كده. دي حاجه مهمه جدا ان احنا بنشوف النهارده عمر السعيد هو اللي بيسجل، سيف الدين الجزيري ما سجلش، بس سجل الماتش اللي فات. عمر السعيد النهارده بيسجل، بيعوض الفرص اللي هو ضيعها في ماتش المصري الجوله اللي فاتت. لا يعني لعيب مهم بالنسبه للزمالك، بالنسبه لطريقه لعب الزمالك اصلا ان هي بتعتمد على الكره العرضيه، فهو بيستقبل العرضيات دي براسيات مهمه جدا. النهارده الهدف مش كره عرضيه عاليه وهو حطها بدماغه، لا، النهارده بتدل ان هو لعيب فاهم
عارف بيتحرك ازاي، مهم جدا تحركه في منطقه الجزاء، لان النهارده الكوره لما شفنا اشرف بن شرقي دخل والعرضيه شفنا القطعه بتاعته ان هو كان جاي من وعرف يقطع من وسط التكتل الدفاع اللي كان ايسترن كومباني عامله في طول 40 دقيقه، عارف هو يقطع على خط الدفاع ويسجل الكوره بطريقه وده بيقول انه في يعني اللي انا برضو عايزه يعني اتكلم معاك فيه. فريرا من ساعه لما جه الزمالك شكل الزمالك مختلف، شكل اللعيبه نفسها لو مسكنا لعيب لعيب الشكل مختلف، الفينش ما بين اللعيبه برضو مختلف. بالزبط. انت رايك يعني فريرا اشتغل كنفسيه ولا كشغل على ارض الواقع ولا عمل فيهم ايه؟ أنا يعني شايف ايه الشغل اللي هو عمله معاهم يعني؟ انا شايف ان هو اشتغل على كل النقط، يعني انا اشتغل على الفنيات بتاعت اللعيبه، اشتغل على روحهم النفسيه والذهنيه، ان اللعيبه كلها دلوقتي بقت كلها يعني منسجمين مع بعض، قادرين يلعبوا مع بعض. شفنا كل اللعيبه حتى دكه البودله فرحانين لعمر السعيد، فرحانين ان هو عاد للتسجيل مره ثانيه، شفنا احتفاله مع شيكابالا. لا فيريرا ادى طعم وشكل وتكتيك في لعب الزمالك مختلف تماما عن اللي كنا بنشوفه في اول الدوري. لا الزمالك بقى فيه اللعب كويس، اللعيبه مع بعضها قادرين، بيغيروا مراكز مع بعض، بيبقى فيه تغيير جوه الماتش ذات نفسه، بيبقى فيه تغيير تكتيكي بين اللعيبه في مراكز اللعيبه. شفنا النهارده اشرف بن شرقي بيغير مع اسلام جابر، وزيزو جه ناحيه الشمال ومره اليمين، في قرايه يعني عارفين هو فيريرا قادر يقرا الماتش، ان هو مثلا ايه شايف ان جبهه زيزو مقفول عليها، فلا احنا نروح نلعب في الجبهه الثانيه، نحاول نخترف من العمق، بينوع اللعب بين اللعيبه كلها، بيحاول يخلق فرص من كل من كل المراكز، من كل المناطق بتاعت الملعب عشان يخلق اجوان ويحاول يدي فرص للعيبه ان هي تسجل. كان شكل مختلف فعلا يعني الحقيقه. وبعدين في حاجه نقطه فيريرا عملها كويسه جدا، قفل يعني حنفيه التصريحات وحنفيه الاخبار اللي بتطلع من الزمالك بشكل فظيع. يعني دلوقتي الناس كلها قاعده مش عارفه مين جدد ومين ما جددش، مش عارفين الصفقات الجديده ايه الاسماء المطروحه، عارف اللي هو السريه تامه، وده اللي كان الجمهور الزمالك بيطالب بيه، يقفلوا على الزمالك مش كل حاجه على المشاعر. يعني تخيل دلوقتي لو الكلام على الصفقات وخلاص خلصنا مع فلان وعلان وجبنا وده من الموسم الجديد هيبقى معانا، طب يعني اللعيبه الحاليه اللي المفروض تكمل معاك الموسم هتكمل ازاي وهي شايفه ان انت جبت بديل بتاعها؟ بالظبط، وده اللي كان بيقع فيه الزمالك في المواسم اللي فاتت، ان هو كان على طول في ناس تطلع تتكلم يقعدوا يقولوا في معرفش كام صفقه جايه، مين هيجي مكان مين، كل ده طبعا بيأثر في نفسيه اللعيبه، اللعيب ما بيبقاش مركز طبعا. هي بتدل ان هي ممكن تبقى حافز للعيبه ان هي تبذل مجهود اكتر، ان هي تحاول تحسن من مستواها ترفع مستواها تاني، بس برضه بتاثر نفسيا عليهم، ان هو ممكن في لعيبه ممكن ما تقدرش ان هي تتعامل مع الضغوط دي، ان هي نشوف ان في حد ممكن يجي ياخد مكانها فما يقدرش يتعامل معاها. بالظبط يعني. وبعدين ممكن زي ما انت بتقول بدل ما هو يبقى حافز بالعكس يقلب بالعكس، انه انا خلاص مكاني بيروح، هبتدي اشوف مكان تاني، اشوف الوكيل بتاعي يشوف لي مكان تاني، وبالتالي مش هقدر ادي النادي اللي انا موجود معاه دلوقتي حقه. فيعني هو فعلا تحيه جدا لفيريرا ان هو قفل على الحقيقه الفريق، وبمساعده الحقيقه امير مرتضى. امير مرتضى طبعا عامل مجهود كبير جدا من ساعه ما رجع طبعا لاداره نادي الزمالك ومدير الكوره، فطبعا لا هو يعني قفل على الفرقه، ما اللعيبه ما تطلعش تتكلم كتير، ما حدش بيتكلم، ما فيش تصريحات خالص، بيكتفوا بالتصريحات اللي هي مخصصه بالماتش بعد الماتش في مؤتمر صحفي وخلاص. بقيه الاسبوع لغايه يوم الماتش ما فيش تصريحات خالص، قافلين على نفسهم المران، واللعيبه مهتمه بنفسها كويس مع تحت اشراف طبعا فيريرا، فده مدي استقرار لنادي الزمالك. انسجام كمان لو تاخد بالك ان فيريرا وامير في انسجام بينهم طبعا. ويعني هو ده بيتهيألي منجح الدنيا دلوقتي. وخلينا برده كمان احمد مرتضى منصور ان هو مسؤول عن الصالات، عن العاب الصالات، حقيقه عامل شغل هايل جدا في اليد وفي ودلوقتي السله بيحاول يظبط الفريق تاني بعد ما كان يعني خلاص يعني ما بقاش في حد يسند الفريق دلوقتي، وجاب
كمدرب معقول جدا طبعا. الحقيقة يعني في ناس مش راضي عنه، بس الحقيقة يعني هو أنقذ شوية السلة وابتدى يشتغل عليها. اليد كمان نفس الحكاية، الطايرة نفس الحكاية، فبرضو أحمد مرتضى الحقيقة برضو شغال كويس مع ألعاب الصالة طبعا. يعني أهم حاجة في نادي الزمالك إن هو يبقى فيه استقرار، ما دام فيه استقرار يبقى هيبقى فيه بطولات، فيه فوز، فيه انتصارات متتالية، في سلسلة هتفضل مكملة ما دام فيه استقرار، فيه اللعيبة منسجمة مع بعض، قادرين يتواصلوا مع المدير الفني بشكل كويس، مفيش حاجة بتشتتهم من بره. وده اللي احنا شفناه في الفترة الأخيرة، مش بس فريق الكورة، لا في فرق الطايرة واليد والسلة. شفنا الزمالك بيحصد بطولات في الألعاب الأخرى كتيرة جدا، مش بطولة واحدة، بطولتين في موسم بطولتين واحد يعني. في موسم واحد يعني، لا اليد يعني لسه واخدة الدوري واخدة كاس المحترفين فالسوبر يعني، والطايرة نفس الكلام بالظبط. فيعني لا، هي السلة شوية بقول لك اللي شوية في تراجع طبعا، في تراجع بس مع الاستقرار اللي شاهده في الألعاب الأخرى زي الطايرة واليد، ده هيحصل كمان للسلة، لأن كل يعني لأن شغل أحمد مرتضى منصور اللي هو باين، وإن هو كمان إيه عايز يخليه في كل القطاعات، مش في لعبة أو اتنين بس، لا في كل الألعاب هو عايز يسيطر على كل حاجة، وده بيجي من الاستقرار اللي حصل دلوقتي. فعلا هو الاستقرار يعني هي كلمة السر، هو أهم حاجة بالنسبة لأي نادي إن يبقى فيه استقرار بقى، لا كل شوية رئيس يمشي لا لجنة تيجي، لأن كل واحد بيبقى ليه رؤية مختلفة عن التاني، فهي الاستقرار هو ده اللي احنا الزمالك محتاجه دلوقتي أعتقد يعني. طيب خلينا نتكلم عن السلبيات والإيجابيات، نبدأ بالإيجابيات اللي انت شفتها في الماتش، ايه الايجابيات اللي شفتها النهارده؟ انا شايف ان الايجابيات اللي كانت في الماتش ان اللعيبه اهم حاجه، اول حاجه ان هي الروح اللي موجوده عند اللعيبه، التعليمات اللي بينفذوها من المدرب ما بيخرجوش عنها، دي كانت باينه قوي الماتش، ان خلاص في تكتل دفاعي، في قافلين على جبهه معينه، فلا احنا نقلب الجبهه، نودي مثلا زيزو ناحيه الشمال، ونخلي مثلا اشرف بن شرقي يلعب كصانع العاب، واسلام جابر يروح الشمال برضو يساعد فتوح وزيزو. شفنا تغير في المراكز، دي من الاجابات اللي انا بشوفها، ان لا هو في شغل باين، في شغل فيريرا حاطه للعيبه، وحاطط تعليمات كويسه جدا في ارض الملعب، شايفينها قادرين نلمسها واحنا بنتفرج على الماتش، في متعه، في فرص، في جمل بتحصل بين اللعيبه والتمريرات وحاجات كتيره، مش معتمد بس على مثلا ايه كره ثابته دخلت خلاص، لا في فرص، بنحاول مره واثنين وثلاثه وبتظبط مع نادي الزمالك طبعا. فانت دي من الايجابيات اللي انت شايفها. من الايجابيات الثاني احمد سيد زيزو طبعا بيستمر اداؤه الممتاز، يعني بيوصل الهدف رقم 11 في الدوري، بيفضل متصدر قائمه هداف الدوري. الايجابيه الثاني ان الزمالك بتعب بالصدارة، ان هو قبل هدية الاهلي امبارح ان هو تعادل، وتراجع بيراميدز فترة اخيرة، بيراميدز النهارده كسب 2-1 بس يعني لغاية دلوقتي من الجدول الدوري، فالمنافس الاقرب هو الاهلي. يعني بيراميدز بعد شوية كتير، بعد شوية يعني بعد الخسارة في الدوري الاخيرة وخسارته من الاهلي ومن الزمالك وكده، فما بقاش يعني يعني هينافس على المراكز مثلا الثالث والرابع اللي بتأهل للكونفدرالية. فدي إيجابية كبيرة جدا لنادي الزمالك، إنه هو حافظ وقبل الهدية وقدر إنه هو يبتعد بالصدارة، بقى 8 نقط. الأهلي زي ما قلنا إن الأهلي لو لعب مؤجلاته وكسبها هيبقى فرق نقطة، فالزمالك دلوقتي ماشي على خطى صحيح، ان هو هيفضل يكسب ويجمع نقط، هيقدر يحسم الدوري بايديه، ان هو مثلا في ماتش الاهلي يقدر لو كسب هيبقى الصدارة معاه خلاص وانفرب بيها، دون النظر بقى ان الاهلي لسه لعب مؤجلات ولا لا وكل الكلام ده، فدي حاجه كويسه. يقدر يخلص الدوري بدري وفي ايده يعني. بالظبط، في ايده ان هو مش هيخلصه بدري قوي، بس ان هو بس ايه ما يبقاش قاعد تحت ضغط، يعني ما يبقاش تحت ضغط ان هو دلوقتي. السنه اللي فاتت ما كانش كده، الدوري ان هو كان حد اخر تقريبا قبل اخر مباراه، بتستنى تعثر الفريق الثاني. فانت دلوقتي محافظ دلوقتي على فرق النقطه، لو الاهلي كسب مؤجلاته في ايدك انت ان
انت اللي تمشي الدوري وتكسب انت الدوري في ايدك انت. زي ما احنا شايفين السيتي وليفربول فارق بينهم نقطه، فاحنا نتمنى ان الصراع يفضل. اتمنى يعني. ان يعني محدش يكره ان بقى المنافسه بين الاهلي والزمالك تمتد لاخر جوله يعني. حتى لو جماهير الزمالك او جماهير الاهلي بيبقوا حابين ان هم لا يضمنوا الفوز ويضمنوا البطوله من بدري، بس احنا كمشجعين كوره بنحب ان احنا يبقى في تنافس زي التنافس دلوقتي اللي في الدوري الانجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي. كل مباراه مين اللي هيكسب وهم عاملين كل واحد يكسب، فهي النقطه هي دي اللي عامله الازمه دلوقتي يعني. بالزبط. طب رايك ايه في الثنائيات؟ يعني في ثنائيه كده اتشكلت بعد فيريرا ما بين امام عاشور وطارق حامد. لا انا شايف ان طبعا الثنائيه دي يعني هي دي اللي رجعت الزمالك شكله. من اهم النقط اللي اتحسنت في نادي الزمالك ان بقى عنده خط وسط متفاهم، يعني بعد رحيل فرجاني ساسي طبعا كان بيعتمدوا عليه الزمالك. الحقيقه كان عامل شغل، كانوا عاملين دويتو كويس جدا وهما الاثنين كانوا بيعتمدوا على بعض، وكان الزمالك بيعتمد على فرجاني ساسي بشكل كبير. بعد رحيله حصل تخبط لغايه ما لقوا ان يبقى في بديل ليه. دلوقتي بعد رجوع طارق حامد طبعا من الاصابه انتظام امام عاشور وادائه بشكل كويس. لا الثنائيه دي فرقت تماما في لعب الزمالك والطريقه بتاعت اللعب. حتى لو مثلا ايه شفنا ان محمد اشرف رؤى بيدخل معاهم كلاعب ثالث في وسط الملعب، بس بيدي حريه شويه لامام عاشور، لان امام عاشور بيجيد طبعا النواحي الدفاعيه والهجوميه بشكل كبير جدا، وده اللي احنا شفناه يعني. النهارده بس النهارده التوفيق ما كانش مع امام عاشور بشكل كبير، بس عمل اللي عليه ما اثرش في دوره. هو ده اللي يفرق خالص. ان انت تبقى يعني ان اللاعب يعني ده اللي كمان بيفرح الجماهير، ان اللاعب يبقى نازل وعامل اللي عليه، ما توفقش بقى دي حاجه تانية، لكن انت اعمل اللي عليك والجماهير وراك على طول. هو يعني. وده اللي انا بشوفه، ان لا لغايه اخر دقيقه طارق حامد لعب الماتش كله، والماتشات اللي فاتت كلها طارق حامد بيكمل 90 دقيقه كلها، لا بيدي لاخر نفس. امام عاشور نفس الكلام، حتى لو خرج النهارده بدري شويه لا هو مقدم اللي عليه وعمل اللي عليه. في سوء توفيق شويه في بعض التمريرات، في بعض الاختراقات بتحصل عادي يعني. ما حدش بيفضل طول الوقت ماشي ستريت لاين يعني. طيب احنا كنا بنتكلم برضو على شيكا، انت شايف برضو نزول شيكابالا برضو في يعني انا حاسه انه يعني وظيفه فعلا شيكابالا الحقيقيه ان هو ينزل في الشوط الثاني يغير مسار المباراه. انت شايف انه فيريرا عرف يستغل دي تبقى حاجه من الايجابيات للزمالك؟ طبعا لان شيكابالا لعيب كبير جدا في نادي الزمالك، اللعيبه كلها بتحبه، بنشوفه حتى وهو ما ما بيلعبش، هو لا هو مدي تشجيع واللعيبه بتحبه كلها يجروا عليه على طول. كل اللعيبه لما بتسجل بتروح تحتفل معاه هو كمان، هو بينادي اللعيبه بعد ما تسجل زي النهارده ما حصل مع عمر السعيد. لا هو ليه دور كبير جدا في نادي الزمالك، حتى لو هو ما بيشاركش، ولو شارك زي النهارده او زي الماتش اللي فات لا هو بيقلب الماتش تماما، لان تحركاته عنده بساط، عنده الكور الثابته، يقدر من كره ثابته ممكن يغير الماتش لو قدر يسجلها، عنده تمريرات سحريه كده ممكن يخلي لعيب مره واحده بينفرد بالجون. بالظبط. فلا دوره مهم جدا، فيريرا عارف يستغله، لان شيكابالا طبعا مع تقدم في العمر وكده ما بيقدرش يكمل ماتش كامل، بس لا هو بيقدر ينزله في الشوط الثاني في وقت معين بيبقى الماتش مقفول، بيقدر ينزل يدي حلول للعيبه كلها. ده اللي شفناه النهارده، نزل ادى كام كوره لاشرف بن شرقي لزيزو لسيف الدين الجزيري لما نزل معاه. لا كان شيكابالا دوره مهم جدا، حتى لو مش بيشارك لا هو قوته ان هو ينزل معنويه كبيره جدا للاعيبه الزمالك، وينزل يفتح يعني. دايما بقول بحس انه دايما لما بينزل في الشوط الثاني بيبقى ليه تقل عن لما يبتدي المباراه. بالزبط. مختلف فعلا يعني، مختلف تماما، لان مجهوده بيظهر تماما ان هو بينزل اللعيبه الخصم بيبقى منهك شويه جسديا ومعنويا لو متاخر بيستغل الحاجات دي موجود. طيب قول لنا السلبيات، ايه اللي انت شايفه سلبيات؟ السلبيات اللي انا شفتها النهارده الدفاع النهارده يعني اخطاء كلف هدف بالظبط من لا شيء. كل ماتش بيبقى فيه غلطه لازم فيريرا يشتغل عليها. جبهه حمزه المسلوسي، حمزه المسلوسي جبهته
بتخلق معظم الاهداف اللي بيطلقها الزمالك من جبهه حمزه المسلوسي. تراجع اداؤه، مش مستقر في اداؤه، حتى لما بيزيد في الهجوم مش بيضيف حاجه زياده في الهجوم. لما بيحاول يهاجم مع اللعيبه عكس فتوح، يعني فتوح لا بيهاجم، هو اللي بدا هجمه الهدف الاول بتاعت عمر السعيد، هو اللي ادى الباص لاشرف بن شرقي. الناحيه الثانيه بنشوف حمزه المسلوسي ما بيقدمش اللي بيقدمه. ايه الحل يعني تفتكر ايه الحل اللي في ايد فريرة ممكن يعمل؟ الحل يعني الحل ان هو يتكلم معاه، يديله دفعه ان هو يحاول. لو ما فيش انا بشوف ان هو يبدله بحازم امام، يعني حازم امام في هيدي اكتر من انا شايف ان حازم امام لعيب كويس برضو من كباتن نادي الزمالك، وعنده خبره ويعني له ثقل في مركزه، هيقدر يدي حتى لو مش هيدي في الجبهة الهجومية شوية، فالدفاعية ممكن يصلح الأخطاء عكس الأخطاء اللي بيرتكبها حمزة المسلوسي. شفنا النهاردة الجون التعادل مش بس هو اللي غلط، لا هو غلط اتنين معاه، غلط محمود علاء وغلط الونش، الخط كله اتضرب بسبب غلطة أو هفوة الكرة ان هي تعدلت من او عدت منه فخلت الجون يدخل، فهو الهفوة من عنده خسرت الدفاع يعني كله حقيقة يعني. وشفنا طبعا حاجة يعني علامة استفهام كنتش قادر افهمها النهاردة في الماتش وانا بتفرج، المصيدة التسلل اللي كان بيلعب عليها فيريرا النهاردة. يعني من اللي انا لاحظته ان فيريرا طول الشوط الاول كان بيلعب مصيدة التسلل، عايز يوقع لعيبة إسر كامبني في التسلل، وفقت في بعض الاوقات والوقت الثاني ممكن مره واحده حصلت فعلا ان كذا كوره عدت من المدافعين وابو جبل هو اللي بيشيلها. شفنا كذا كوره عدت من خط دفاع الزمالك وما بيقدروش، ما فيش تفاهم بين المدافعين محمود علاء والونش او خط الرباعي كله في الدفاع، فكانش في تفاهم ما بينهم، مش قادرين يطبقوها قوي، ساعات بتوفق وساعات لا. فشفنا كذا كوره بتعدي، ولولا ان ابو جبل بيتقدم وبيصلح وبيلحق بسرعه، هي دي اللي كانت انقذت الزمالك شويه، ان هي بدل يعني نغير النتيجه شويه. طب انت رايك ان ابو جبل المستوى سنه بيزيد ولا محلك سر؟ لا انا شايف النهارده اداؤه برده مذبذب، يعني انا ما حسيتش ان في تطور النهارده من ابو جبل. مرمى ما تهددش كتير، مش قادرين نحكم، بس في الكور البسيطه اللي كان بيروح بيها إستر كومبري، لا ما التعامل او التمركز بتاعه هو مشكلته. انا شايف ان مشكله ابو جبل في التمركز بتاعه، يعني انا مش قادر ان هو بيتقدم مش زياده عن المرمى، بيدخل في كور مشتركه. شفنا كوره كانت انفراد وطلع من بره مرمى خالص وطلع هو اللي خرجها بالزبط. فهو مش متزن او مش عنده اتزان كده في مرمى، مش عنده تمركز كويس، فده ممكن يكلفه اهداف وده اللي حصل في الماتش اللي فات طبعا. فيعني محتاجين برضو ابو جبل ان هو يركز اكتر علشان يعني يمنع اي اهداف ممكن تيجي سهله على الزمالك. كمان تكرار الانذارات يعني حقيقه يعني بقيت حاسه استسهال شويه في الزمالك، كميه انذارات مش طبيعيه، كل شويه تلاقي تقريبا كل مباراه تلاقي لعيب متوقف بسبب تراكم الانذارات يعني حاجه محتاجين نشتغلوا عليها شويه. النهارده امام عاشور بياخد انذار فهيتوقف الماتش الجاي في الدوري، فده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان الانذارات الكتير ممكن تخلي تفقد عنصر مهم في المنظومة في مباراة مهمة، ان كتر ما انت هتاخد انذار في ماتش في التاني في التالت هتتوقف الماتش اللي بعديه، فده الفريق هيفتقدك لانك عنصر اساسي دلوقتي. امام عاشور من الركائز خلاص ما فيش بديل عنه، يعني هو اساسي دلوقتي مع طارق حامد في خط الوسط، ما بيقدرش الزمالك يستغنى عنه فهيفتقد الماتش الجاي. بالظبط. ونفس الكلام شفنا زيزو زي ما قلنا الانذار ما لهوش اي داعي، احتفال وعفوي كل الكلام ده يعني بس اروح احتفل مع الجمهور زي ما انت عملت، بس مش لازم بالظبط يعني بس هي بتبقى عفوي من اللعيب بس يعني نخلي بالنا برضو. وبرضو محمود علاء اخد انذار برضو، محمود علاء برضو يعني متوقف اصلا يعني ومحمود يعني علاء هو لسه راجع من الايقاف برضو بياخد انذار بسهوله بيعمل اخطاء سهله يعني ممكن يتفاداها، فدي
لازم برضو دي يشتغل عليها. من الحاجات اللي ممكن فيريرا يصلحها، هو فيريرا عامل شغل كويس جدا، بس من الحاجات اللي ممكن يصلحها ان هو يتكلم مع اللعيبه ان هو ما يبقاش متهور، يبقى في ثبات فعالي شويه في ادائهم، ان هم ما يتهوروش زياده عن اللزوم، ما ياخدوش انذار بسهوله زي مثلا في الاحتفال بالاهداف وكل الكلام ده. هتفرق مع الزمالك، هتفضل لعيبه الزمالك محافظه على نفسها، هتفضل موجودين، مش هيفقد الزمالك مش هيفقد لاعبين في ماتشات مهمه، وده اللي هيؤدي لان الزمالك مش هيحس ان في ايه. مثلا هنقول ان الزمالك خسر او اتعادل بسبب غياب فلان بالظبط، فلازم نخلي بالنا من الكلام ده. احنا خلينا نقول برضو ان المباراة الجاية للزمالك هتبقى يوم 10/5 ضد امبي، فبرضو مباراة مش مباراة صعبة، يعني مش في المتناول للزمالك. كل كده امام عاشور مش موجود بالظبط. انا شايف يعني ان كل ماتش للزمالك اللي جاي ليه تمن. زي ما قلنا احنا في طول الدوري احنا محتاجين نجمع نقط على قد ما نقدر. الزمالك محتاج كل نقطة من الثلاث نقط، مش هيقدر يتعادل، مش عايز يتعادل، مش عايز يفقد او يوسع او يتراجع من عدد النقط اللي هو وصل له مع المنافس المباشر ليه. طبعا في عوامل تانية ممكن يستناها، مثلا تعثر المنافس، يتعادل، يخسر، يحصل اي شيء يخليه ان هو يقرب من النقط. بس برضو انا كفريق لازم اركز على نفسي انا بس في الحاجات المصيريه. استنى تعثر المنافس زي ما بيحصل دلوقتي من ليفربول ومانشستر سيتي بالزبط. انا بعمل اللي عليا، بعد كده بستنى اللي بيحصل من الفريق المنافس بالظبط. انا يعني في نهايه الفيديو بشكرك جدا يا ابراهيم على وجودك، وبشكرك جدا على كلامك الفني وعلى تحليلك يعني. انا اشكرك وان شاء الله في ماتشات تانية قادمه، وكل سنه وانت طيب. انت طيب. كل سنه طيب، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وهديه مقبوله جدا من الزمالك لجماهيره في عيد الفطر المبارك، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ونشوفكم في الماتش الجاي إن شاء الله. شكرا لكم.